تاع تونيزيان نقول لك دمي نقول لك عمري نقول لك احلى ايام تاع حياتي في الفيراج نغني ناس تشجع في الجمعيه مش عتي ترويت ربح ولا خاسر حومه خضرا حمرا دراكوي. الكره ترجع في وسط الميدان من وائل بن غالي ثم عزيز الشتيوي يطلب كرة، عزيز الشتيوي ياخذها والمخالفة يعلن عليها الحكم أمير لوسيف لصالح نادي أولمبيك مدنين على وتتنفذ المخالفة ممتازة الدفاع يرجع الكرة تنفيذ كان من أيمن منافق باش كما قلت يعني يحافظوا على التوازن نتاعهم في الرابطة المحترفة الأولى. المكان الطبيعي الحقيقة لفريق عنده تاريخ كبير الملعب التونسي وتتعدى الكرة في مناطقه والهجوم لنادي أولمبيك بتين تخرج ضربة مرمى يواصل الهجوم علي العامري يخرج كرة لبن غالي ممتازة ما يتمكنش من التسديد يلعب مع لامين تراوري لامين تراوري يسدد لامين تراوري أرضية الكرة مباغتة للحارس يتلقاها الحارس نديم بن ثابت سيف الدين بالعكرمي يرفع الكرة وجاك بيسون راسية وفوق المرمى بقليل تتعدى الكرة تتعدى ضربة مرمى الفريق يتمكن باش يوصل لل 30 متر الأخيرة ولكن اللمسة الأخيرة غايبة وهذه كرة لصالح الملعب التونسي التوزيع والكرة تعود من الدفاع توزيع يتنفذ التماس للملعب التونسي والصراع على الكرة ومحاولة التسديد ممتازة في دين الحارس تسديدة قوية كرة تبقى لأولمبيك بتين يتمكن تراوري لامين تراوري من التوزيع والتصدي من الحارس كان امام علي العامري فرصه كبيره تضيع على نادي اولمبيك مدنين هذه الاعاده شوفوا الكره والمدافع الحقيقه محمد علي جويني محمد علي جويني على اللاعب وائل بن غالي ايمن منافق ايمن منافق يلعب الكره لعلي العامري باهي العمليه من عزيز الشتوي علي العامري سدد فوق المرمى ممتازه جدا العمليه اولمبيك مدنين ترجع الكرة في لصالح الملعب التونسي والتسديد كذلك من جاك بيسون يخرج الحارس تتنفذ المخالفة من الياس الجلاسي تجيب ركنية للملعب التونسي أو من اللاعبين اللي يعملوا الجدار تتنفذ المخالفة يخرج الحارس نديم بن ثابت ما زالت الكرة لأولمبيك مدنين نتبعوا الركنية تتنفذ والدفاع بعد الكرة ثم محمد وعزيز الشتيوي ثم نزار الطويل والتمريرة داخل منطقة الجزاء اختير العملية ويسقط على أرضية الميدان لامين تراوري ثم مطالبة بضربة جزاء لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب الحكم أمير لوسيف كان قريب من العملية أمر بمواصلة اللعب ولامين تراوري ما زال ملقى على أرضية الميدان داخل منطقة الجزاء إذا تعود يعود الهجوم الجديد لصالح أولمبيك مدنين التسديد والهدف الأول الهدف الأول لصالح نادي أولمبيك مدنين منذ الدقيقة الثالثة بداية الدقيقة الثالثة تتغير النتيجة لصالح نادي أولمبيك مدنين فرحة كبيرة هنا في مدرجات ملعب صلاح الدين بن حميدة شوفوا ممتازة تسديدة يعني كرة قوية ياسر والتغيير الآن أمامكم على الصورة إذا باش يدخل كومي مكان احمد الفزالي هذا هو التغيير الاول الياس الجلاسي يرفع الكره ولا الراسيه ولا احمد حسني ما ياخذش الكره على خط النهائي ثم ورقه حمراء ثم ورقه حمراء قلت انا في انتظار قرار الحكم ضد حارس المرمى ثم ورقة حمراء الحارس أنيس جلاسي ويبدو لي زوز ورقات حمراء زوز ورقات حمراء لاعب الملعب التونسي محمد علي جويني أمامكم لصالح الملعب التونسي ثم الساعة نتبعوا التغيير يخرج يوسف الفزيعي ويدخل دانيال بادي هذا هو لصالح الملعب التونسي احمد حسني يلعب مع كومي كومي وسهله في دين الحارس لكن ثم رايه ثم رايه من مساعد الحكم الياس الجلاسي يلعب مع دانيال بادي
والحكم يطلب اللعب، الكره تبقى للملعب التونسي. احمد حسني، احمد حسني يلعب مع الياس الجلاسي، الياس الجلاسي، الياس الجلاسي لدانيال بدي، دانيال بدي سدد وجانبيه، يلعب عنصر المباغتة وخلاص التسلل والتغيير. يخرج سيف الدين بالعكرمي ويدخل محمد صالح المهذبي، هذا هو التغيير الثالث والاخير. الملعب التونسي والكره لصالح نادي اولمبيك بدنين، الهجوم والتسديد والجانبيه، تسديده كذلك مباغتة، خذ الملعب التونسي عن طريق احمد حسني. احمد حسني يلعب لمحمد بن علي، محمد بن علي يغير مكانه في الجهه اليسرى، التوسيع تضرب، لا الحكم يقول ما فماش ضربه جزاء، الحكم يقول ما فماش ضربه جزاء. محمد بن علي في التوسيع، الكره تلمس في يد المدافع ولكنها ظاهره يعني عفويه، لانه اللاعب بعتي شوفوا هاي الاعاده، والحكم يقول ما فماش ضربه جزاء، يعني حتى بالاشاره كان قريب وبيده بالاشاره قال لا ماهيش ضربه جزاء. محمد بن علي، محمد بن علي يرفع الكره داخل مناطق الجزاء، والراسيه، الكره الراسيه بعيده، يخطئ المرمى. اللاعب جاك بيسون كان في موقع مناسب، شوفوا الاعاده، شوفوا التوزيعه ممتازه من محمد بن علي، وجاك بيسون في المكان المناسب يخطئ المرمى، كره بعيده. الياس الجلاسي، 10 دقائق، 10 دقائق اضافيه في المباراه، يرفع الكره داخل مناطق الجزاء، ترجع امام جاك بيسون، ثم الياس الجلاسي يلعب لمحمد بن علي، محمد بن علي يوزع والكره تتعدى احمد حسني لكن بعيده. حكم المباراه الياس الجلاسي ينفذ، تضرب الكره على الجدار، والتسديده الثانيه من محمد صالح المهذبي بعيده، والمخالفه للملعب التونسي، تتنفذ الكره في اتجاه محمد صالح المهذبي، يرفع الكره وتخرج الكره ضربه مرمى، خرجت الكره قبل بعض الثواني. وفي هذه الاونه بالضبط مشاهدينا الكرام على الوطنيه الثانيه، الحكم امير لوسيف يعلن عن نهايه هذه المباراه. نقول لك دمي، نقول لك عمري، نقول لك احلى ايام تحياتي في الفيراج، نغني نازل تشجع في الجمعيه مش عتيت.